قانونية. ثقافات قانونية، برنامج إذاعي يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، وهو ثمرة للتعاون المثمر والبناء بين جمعية المحامين الكويتية ووزارة الإعلام. يهدف البرنامج إلى نشر الثقافة القانونية في المجتمع وتسليط الضوء على رسالة السامية لمهنة المحاماة وبيان دورها في الدفاع عن الحق والعدل والقانون. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من الحب وتواصل وحلقة جديدة من خلال برنامج ثقافات قانونية الذي يأتيكم من خلال البرنامج الثاني من دولة الكويت. ثقافات قانونية، باكورة تعاون بين جمعية المحامين الكويتية وإذاعة الكويت. بداية مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات محدثكم الأستاذ خالد العضيلة ومن العدد جمعية المحامين الكويتية متمثلة بالدكتور عبد المنعم القاضي، والمتابعة والتنسيق سالم سويلم، والهندسة فاطمة السبتي، والتنفيذ إيمان الحشاش، وربان هذا المركب المخرج مبارك عطا الله. يا هلا يا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية، متواصلين معكم وحلقة ثقافات قانونية وبعنوان التنفيذ المدني بين الحق الدائن والمدين. اليوم سوف يكون معنا رئيس لجنة شؤون حولية الأستاذ عبد المحسن الموسى، وأيضا الأستاذ عبد الله البكر عضو مجلس إدارة التحكيم. نرحب بكم أجمل ترحيب. بعدين هذا
عودة وبرنامج ثقافات قانونية. متواصلين معكم مستمعين الكرام وبرنامج ثقافات قانونية. تأخذ رحلة الحصول على الحق مراحل عدة أمام القضاء، فما أن تبدأ برفع دعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تليها مراحل عدة، وذلك كله في سبيل الحصول الدائن على سند تنفيذي يعطيها الحق في البدء في إجراءات التنفيذ. وعلى الرغم من نص الدستور الكويتي على أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات، إلا أن حق الدائن في استخدام أو استدانة حقه والمدينة المطالب بسداد ذلك الحق يبقى محل سجال أمام إدارات مهمة من إدارات الدولة، ألا وهي إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل. وفي ثقافات قانونية لهذا اليوم نفتح معا ملف التنفيذ المدني لنتعرف أولا على السند التنفيذي الذي بموجبه يشرع الدائن في اتخاذ الإجراءات التنفيذية قبل المدنية، وما هي تلك الإجراءات على وجه التحديد. ونخصص جانبا مهما منها للحديث عن قرار منع السفر الذي يتخذ ضد المدين وضوابط ذلك الإجراء، لننتقل بعد ذلك إلى حالة المدين من حيث العسار أو الملاءة وتأثير عسار المدين على سير الإجراءات التنفيذية. وأخيرا ستكون لنا وقفة لأهم المعوقات التي تؤدي إلى طول الإجراءات التنفيذية وصولا إلى القوانين المنظمة للتنفيذ، ورسالتنا من خلال ثقافات قانونية إلى المشرع الكويتي. بداية نرحب في ضيوف هذه الحلقة مرة أخرى الأستاذ عبد المحسن الموسى، حياك الله أستاذ. الله يحييك. يا مرحبا، الساعة المباركة. أستاذ عبد الله البكر حياك الله. مساكم الله خير، حياكم الله سعيد. يا مرحبا. بداية نود أن نعرف المستمع الكريم ما هو التنفيذ. تسمح لي عبد الرحمن أتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. التنفيذ هو الإجراء الإداري المتخذ بعد الحصول على حكم أو الحصول على ورقة تثبت حق قانوني لشخص على شخص آخر أو شخص اعتباري كشركة أو جهة من جهات الدولة. فيها الحق أنه يستخدم إجراءات التنفيذية لاقتضاء هذا الحق، نعم، من سواء كان مبلغ مالي أو اتخاذ إجراء معين من قبل هذه الجهات ومن هذه الأشخاص حتى يقوم بالتنفيذ هذا الحكم المطبوع على الورق الموقع والصادر باسم صاحب السمو، ويكون له حجة أمام كافة جهات الدولة، كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وهذا هو يعني الإجراء اللي احنا نتكلم عنه، التنفيذ بما معناه تنفيذ الأحكام القضائية أو تنفيذ الأوراق اللي لها طابع خاص وتحمل الصيغة التنفيذية لتثبت حقوق وتثبت أمور معينة لصاحبها. نعم أستاذ، خلينا ننتقل لك إجراءات التي تتخذ بموجب السند التنفيذي. هناك إجراءات تتخذ، خلينا نعرف المستمع الكريم بهذه الإجراءات. اليوم مجرد ما تستلم الحكم، نعم، دايركت يغير الصيغة التنفيذية، نعم، ومن ثم يتم فتح ملف تنفيذ، نعم، ثم إعلان المدين بالحكم، ومجرد تمام إعلانه تبدأ بإجراءات التنفيذ اللي هي ضبط حضار، نعم، منع السفر. منع السفر، بس منع السفر احنا خلنا جانب لأنه ما هو إجراء تنفيذي، هو إجراء احتياطي. نعم. إذا ما التزم مثلا لا، إذا ارتأى دائن، نعم، هروب المدين، نعم، أما كإجراء تنفيذ ما هو إجراء تنفيذ، نعم. عندك الضبط والإحضار يعتبر إكراه بدني لتنفيذ الحكم. عندك حجز السيارات، حجز المنقول، حجز البيوت، أسهم، سندات، إلى آخره من الحدودات، أي منقول ممكن تحجز عليه سواء راتب وغير. طيب أستاذ، خلينا نتكلم بما أنك أثرت نقطة مهمة وهو منع السفر. تقول ما هو إجراء تنفيذي، خلنا نوضح المستمعين الكرام بما أن أساتذة المعاملين نفهم الموضوع هذا ولكن هم ما يفهمون الموضوع هذا. ليش مو إجراء تنفيذي؟
ليش مو إجراء تنفيذي؟ نعم. إجراء لأن منع السفر اليوم هو إجراء احتياطي. نعم. اليوم الدستور كفل حرية ترقل المواطن الكويتي. نعم. إذا ارتئينا أن المواطن هذا ممكن أنه يهرب خوفا من الهرب. نعم. خوفا من الهرب. نعم. ترتئي أنت منع من السفر لغاية استيفاء دينه. نعم. اليوم أغلب الديون اللي على المواطنين شنو هي؟ إما رسوم قضائية على دينارين ونص ثلاث، إما مكالمات. نعم. إما أقصى. ما يتصور لا عقلا ولا منطقا أن اليوم يهرب ويترك أبنائه وعائلته وشغله وديرته. نعم. عشان هالمبلغ قطعا لا. تبي الطبقة ممكن الطبقة في حدود ضيقة إذا كان اللي أمامك وافد. نعم. تخشى هروبه على مبالغ معقولة. اليوم دكتور فالح العزب الله يذكره بالخير ويمسي عليه بالخير اقترح أنه يكون أمر منع السفر في لمت معين، قال لك ما أمنع من السفر إلا بحدود تقريبا 10,000. صح، لكن أنت أتي كدائن تطلب منع السفر ومدير التنفيذ يوقع منع السفر دون التأكد من وجود شروطه. نعم. أمام المدين إنه يتظلم، والأحكام أحكام محكمة التمييز اليوم أقرت إنه ما يجوز منع الكويت من السفر، وقاعد تسقط الأمر. ومرت عليك أستاذ خالد ومرت على الأستاذ عبد الله كثير من الحالات اللي ألغي أمر منع السفر. نعم. بسبب عدم وجود ملاءة مالية، التزام، عدم خشية هروبة. نعم. نعم. التزامه. نعم. إذن وين الإجراء التنفيذي اللي فيه؟ ما هو إجراء تنفيذ، هو إجراء احتياطي خشية لهروب المدين فقط لا غير. نعم. الله يعطيك العافية يا أستاذي. أستاذ عبد الله، خلينا نتكلم الإجراءات، هناك إجراءات أو إشكالات تقدم في التنفيذ ومواعيده، وما أثر هذه الإشكالات؟ خلينا نتكلم عن الموضوع هذا. نعم. هو كلمة الإشكالات يعني من أصلها أن هناك في مشكلة حاصلة في هذا الإجراء أو في هذا السند التنفيذي والإجراء اللي تم عليه، من وجود إعلان، من عدم اتباع الطرق اللي نصت عليها القوانين خاصة قانون المرافعات في تنظيمها بالنسبة حق إعلان السند التنفيذي وما يلحق من إجراءات تابعة فيه، وفي وجود البيانات الكاملة على السند التنفيذي وعلى الكتب اللي صادرة فيها بالضبط بالحجز بالأمور هذه كلها. نعم. فهذا الإشكال اليوم مفتوح يكون طبعا من تاريخ الإعلان في الحكم أو في إعلان الورقة اللي فيها السند التنفيذي الصيغة التنفيذية. نعم. فيكون لحق للمدين عمل هذا الإشكال بغية أن إلغاء الحجز أو الواقع عليه أو الأمر اللي صادر بحقه من إدارة التنفيذ لتصحيح لهذا الخطأ اللي صار. الإشكال هو حكم وقتي، راح نقصد بحكم وقتي بمعنى أن لا حجية معينة مطلقة في وقت معين فقط وبعد تصحيحه يزول هذا الإشكال وتزول هذه الحجية. وأغلب الإشكالات اللي قاعد ترفع حاليا هي إشكالات على إعلانات السندات التنفيذية وكذلك على إعلانات اللي تتبع الحجوزات القضائية اللي مترتبة على هذا السند. الإشكال يوقف التنفيذ لفترة معينة اللي هو لحين تحديد الجلسة ولحين صدور حكم فيها، وبعد ذلك في حال صدور الحكم في رفض الإشكال إن كان ما له مبررات أو أسباب رأيتها المحكمة يتم معادة الإجراءات التنفيذية واتخاذها والسير فيها. أما رأيت المحكمة بوقف التنفيذ لحين تصحيح الخطأ اللي حاصل في إعلان السند التنفيذي أو في إعلان الحجز القضائي أو في الإجراء المتبع فيه، فالمحكمة توقف لحين التصحيح. ومن متى يتم عمل التصحيح هذا يمكن للشخص اللي هو الدائن أنه يعاود إجراءات التنفيذ والأمور هذه كلها. طيب أستاذ، الإشكال هل فيه مثلا، خلينا نتكلم يعني وضوح أكثر شوية، هل الإشكال يعطي مدة معينة مثلا وقتية مثل ما ذكرنا قبل شوية إنه يعني مثلا نفس المدة يعني يعطيك 20 يوم 30 يوم 40 يوم؟ خلينا نوضح الموضوع هذا للمستمع. يعني هي بشكل عام هي ترتبط في الدائرة أول شيء في تحديد الجلسة، فالإشكال يوقف أي إجراء تنفيذي لحين ما يتم تحديد الجلسة. إحنا عارفين اليوم حسب التعميم الصادر من وزارة العدل والمجلس على القضاء بأن الجلسات لا تكون لها مدة أبعد من أسبوعين. نعم. فهذه تكون الجلسة الأولى، ولها طبعا إجراءات كأي دعوة عادية في إعلان الإشكال هذا وحضور الأطراف وحجزها للحكم. إحنا قاعد نتكلم عن مدة من 20 إلى 30 يوم إلى شهرين، قد تطول أو تقصر بحسب ظروف الإشكال الواقع أمامنا وحسب الإجراء
المطعون عليه في عدم صحته. خلال الفترة هذه احنا يعني خلينا نتكلم اليوم يعني كم كثقافة قانونية. الحاصل ان المدين يتدرع بالاشكال باي سبب كان بوقف التنفيذ حتى وان كان ماله صحة، وهذا اليوم المحاكم استوعبت الشيء هذا فبدت تغر من المستشكلين اللي هو المدين اللي يرفض تنفيذ الحكم ويستشكل مجرد البغي انه وقفه 20 يوم 30 يوم شهر المدة اللي تكلمنا فيها. فالمحكمة شافت ان هذا الاجراء صار اجراء تعطيل اكثر من اجراء لتصحيح الخطأ اللي موجود وبدت تتغرم من المستشكلين، فاصبح الاشكال اليوم منه فائدة للمدين انه يأخر اجراءات تنفيذية فقط عليه، لكن صار في عقوبة عليه اللي هي غرامة تسدد لصالح خزانة وزارة العدل نفسها. نعم. طيب خلينا ننتقل استاذ عبد المحسن، خلينا نتكلم عن منع السفر بما ان تكلمنا فيه ولكن ما اسهبنا في الموضوع هذا. منع السفر باعتبار اجراء مغيد للحريه، هل هناك حدود وما هي الحدود والضوابط في هذا المنع في التنفيذ المدني وكيف يتم رفع منع السفر؟ نعم. منع السفر طلب يقدم لقاضي التنفيذ. نعم. قاضي التنفيذ يفترض مجرد ما يقدم له الطلب يقوم بإجراء تحقيق مسفر، ألا وهو هل هناك خشية من هروب المدين؟ نعم. هل هناك قدرة مالية للمدين على الوفاء ولم يتم الوفاء فيها؟ نعم. هناك شرطين آخرين بس أنا ما يحضروني حاليا. طبعا بالبداية الطلب هذا أحد أهم الشروط، الشرط الأول. مجرد توافر هالشرطين يقوم بإصدار أمر من السفر. يقوم الدائن يقوم المدين بطلب أمر مستعجل، صحيفة دعوة مستعجلة أمام قاضي الأمور، يقدم تظلم من أمر منع السفر، يثبت عدم ملاءته. أنا ما عندي اليوم قدر، أنا ما يخشى هروبي، أنا كويتي، هذه وظيفتي، هذه عيالي، هذه قدرتي المالية ان انا ما اسدد، وانا ملتزم، ممكن ان انا قصد، طول ما ان انا ملتزم بالتقسيط خصمي ما له شيء عندي، هذا قدرتي الماليه، هذا ملاءتي الماليه. القاضي يفترض بمجرد وجود المستندات الداله على عدم خشيه قروبه وعدم قدرته الماليه للسداد والتزامه بالسداد بالتقسيط يلغي امر منع السفر. هذه الطريقة الوحيدة التي يتم فيها رفع منع السفر؟ طبعا مو هذا الطريق، وفي طرق أخرى. طرق أخرى أنك تقدم طلب، إذا كان عندك علاج تقدم مستنداتك، هذا يرفع لمرة واحدة، أو يقوم الدائن بالموافقة على إلغاء أمر منع السفر. الله يعطيك العافية أستاذ، خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع معكم مرة أخرى. مستمعين الكرام، فاصل قصير مع ثقافات قانونية، نرجع لكم مرة ثانية. وبرنامج ثقافات قانونية، المحاماة مهنة الدفاع عن الحق والعدل والقانون، وهي ركيزة أساسية للتوطيد للتوطيد وتثبيت لا التلفزيون ما يبقى. وصلنا معكم مستمعين الكرام وثقافات قانونية. أستاذ عبد الله، خلنا نتكلم عن نقاط مهمة يعني تنفيذ، يعني أمانة يعني الكل يبينا نبسط المعلومات، الكل يبينا يعني شوية نوضح للمستمعين الكرام، الكل ما يفهم القانون ولكن يحاول أن نبسط لهم، ومستمعين الكرام يستحقون أن نكون شوية بسيطين جدا. خلنا نتكلم عن المقصود بالكفيل. أستاذ عبد الله، الكفيل الضامن، وهل تتخذ الإجراءات التنفيذية ضد هذا الكفيل؟ بالنسبة حق الكفيل الضامن، الكفيل هو خلينا نتكلم عن المصطلح القانوني اللي تعلمناه في دراستنا وأصبح قاعدة، الكفيل كالمدين. الكفيل الضامن هو شخص، أنا اليوم عندي معاملة عند بنك معين أو عند شركة تمويلية معينة أو شركة بيع سيارات، يطلبوا مني كفيل. الكفيل هذا الشخص اللي يضمنك في التزامك بسداد الدين اللي عليك تجاه هذه الجهة، أو وإن كان الجهة شخص آخر طبيعي اللي إحنا قاعد نتكلم تأخذ مني سلفة وأعطيك إياها ومن يكفلك فيها، أجيب فلان أخوي يكفلني فيها. فهذا الكفيل اليوم الضامن يكفل كذلك إنه يسدد الدين نيابة عنك في حال عدم
الالتزام في السداد عدم الوفاء فيها. واليوم احنا مثل ما قلنا الكفيل كالمدين، فجميع الاجراءات اللي تتخذ على المدين الاصلي هي جميع اجراءات متاحه امام الكفيل الضامن، لكن بشرط واحد اشترط القانون اللي هو بضروره ابلاغ هذا المدين وابلاغ الكفيل وامتناع المدين في الاول. يعني انا كنت رفعت دعوه على هذا المدين الاصلي واتخذ جميع الاجراءات القضائيه تجاهه وما تحقق لي او ما قام بالوفاء فيه، واكون دخلت الكفيل في هذه الدعوه عشان يكون ذا الطرف وصله في القضيه، وابدي اتخذ اجراءاتي على المدين اصليا. في حال عدم سداد عدم التزامه وتهربه من الدين اكون انتقل ثانيا الى الكفيل. فالكفيل اليوم محل المدين، كل الاخطار اللي ممكن تقع عليه بموجب هذا السند التنفيذي تقع على الكفيل كذلك، ويجر معه في ذات المصلحه او في ذات الاجراء نفسه. وفي يعني اذا تسمحوا لي على عجاله، في راي فقهي مختلف فيه في موضوع الضبط والاحضار على الكفيل بالذات. الضبط والاحضار مثل ما قال الاستاذ عبد المحسن انه هو اجراء اكراه بدني. انا اليوم ككفيل رغمت، ما اقول رغمت، تطوعت لكفاءه هذا الشخص هذا، وهذا الشخص اخل في التزامه وصلت عليه الاحكام ورفض تنفيذ هذه الاحكام الصادره باسم صاحب السمو وما امتثل لاوامر اداره التنفيذ. اليوم كوني ككفيل انا مستعد ان انا اروح ادفع المبلغ، نتكلم عن مبالغ نقول كبيره، فما يمكن في قدره الكفيل انه يروح يدفع مبلغ دفعه واحده ويسكر هذا الدين ويهرب ويريح نفسه من هذا الدين اللي جاي من مدينه. فاجراء الضبط والاحضار في يعني الفقهاء قاعد يختلفون في انه هل يجوز ايقاع الضبط والاحضار كذلك على الكفيل؟ هل يجوز انه هو تطوع في البدايه عمله كان تطوعي بالكفاله؟ فأنا أقوم بعاقب معاقبة المدين الأصلي اللي هو الملتزم أصليا في هذا الدين. فمحل نقاش إلى اليوم آراء فقهية مختلفة فيه، لكن محاكمنا أرست قواعد قانونية يعني محاكم التمييز أن الكفيل كالمدين والإجراء يكون يتخذ عليه على حال المدين الأصلي. طيب أستاذ عبد المحسن، خلينا نتكلم عن النقطة هذه. زي ما نتكلم عن الكفيل الضامن، الكفيل الضامن هو مرات يدفع الثمن من خلال كفالته للشخص. هل هناك إجراءات احتياطية لهذا الكفيل؟ هل هناك يعني قوانين في القانون الكويتي والمشرع ذكرها أن تحمي هذا الكفيل الضامن؟ أو نصيحة تحب تقدمها إذا ما في يعني؟ لا، كقانون اليوم الكويتي عندنا ما نظم عملية الكفالة. نعم. الكفيل كلمتي اليوم دائما ننصح لا تكفل بالبنط العريض، لا تكفل أحد، إن كفلته معناته بتسدد. اليوم بمجرد عدم قدرته على الوفاء الدين تعلق بعنقك. نعم. وأنت اللي راح تتكفل بسداده. كثير من الناس يقول لك أنا كفلته، صاحبي صديقي طلبني والجيران معرفة، والحين هو ما رب ضائقة مالية ما يقدر يسدد، شنو ممكن أسوي؟ أقول الشغلة الوحيدة اللي ممكن تسويها إنك أنت تدفع. نقطة آخر صدر. تبي اللعبة المعتادة عندنا اليوم عند كل مدين إنه يروح ويسلم نفسه. حلو. ويقول لك أنا ما عندي أسدد. شو بتسوي أنت يا قاضي تنفيذ؟ بتحبسه. نعم. هذا. نعم. بتضل. طيب أستاذ عبد المحسن، خلينا نتكلم عن الكفيل الضامن، الكفيل الغرام. طيب إذا سدد مثلاً الكفيل عن من كفله، فيما بعد يقدر ياخذ فلوسه من؟ اي نعم طبعا يرجع. الحلول في هذا الموضوع ما هي؟ الرجوع عليه، هل هناك حلول يعني؟ اي نعم طبعا، يرفع دعوى عليه ويرد عليه بالمبالغ اللي دفعت مقابل دائنه. الله يعطيك العافيه استاذ عبد المحسن. خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم مره ثانيه مستمعينا الكرام، متواصلين معكم وبرنامج ثقافات قانونيه وموضوع هذه العلاقه التنفيذ المدني بين حق الدائن والمدين. مع ثقافات قانونيه، التمسك بالقوانين. الاذان 2:30 الاذان 5 دقائق العداء وتسويده دوله القانون. Thank you.
ثقافات قانونية التنفيذ المدني بين حق الدائن والمدين. ومعنا الأستاذ عبد المحسن الموسى والأستاذ عبد الله البكر. كنا نتكلم قبل الفاصل عن نقاط مهمة وهي الكفيل الضامن والكفيل القران. الحالات أستاذ عبد الله المعطلة للتنفيذ، هناك حالات كالعسار والمقصود بالعسار، وتعدد يعني المشرك هذا الموضوع عن الدائنين والمدين ووفاء الدين. ما العسار بالمعنى القانوني؟ بالنسبة للعسار بالمعنى القانوني معنى مطاط وكبير، ما له تقنين أو نصوص معينة، لكن الإعسار هو من سلطات قاضي التنفيذ في بيانه، وكذلك المحكمة بدك القابة عليه على قاضي التنفيذ في قراراته. الإعسار بمعنى خلينا نتكلم بالشكل العامي أن الشخص ما عنده القدرة أنه يدفع المبلغ أو ما يقدر ينفذ الحكم اللي صادر عليه. إحنا خلينا نتكلم ببساطة حق المجتمع والشعب الكويتي هو عدم القدرة على الوفاء بالدين، ونتكلم عن الدين الأموال هنا. فطبعا إحنا الإعسار لما يكون هذا الشخص طبعا متقاعد خلينا نتكلم، او شخص لا يملك وظيفه، او شخص كل مدخوله ما يأهل انه يعيش حياه كريمه مكفوله بحسب الدستور الكويتي، وكانت الديون ترتبت عليه هذه تفوق قيمه المدخول اللي يتخلّى حاليا، وكان سواء كان متعطل او كان متقاعد او كان موظف، حتى لو كان موظف برواتب بسيطه وزهيده يعني. فهني القاضي التنفيذ او خلينا نقول المدين يقدر يطلب من القاضي تقسيط المبلغ عليه بحكم عساره في هذا الدين. عن طريق تقسيطه، عن طريق اعطاء مهله، عن طريق ايجاد وسائل بديله للسداد عنه. طبعا واحنا قاعد نتكلم مو بس فقط ما يدخل عليه من مردود مالي كراتب، كاستثمارات في جهات معينه، كارباح تجي له من شركات والامور، لا احنا قاعد نتكلم ان هذا الشخص لا يملك منزل، لا يملك سياره، لا يملك عندنا مقومات الحياه البسيطه للمواطن الكويتي. فهذا الشخص يعتبر معسر، وما يوجد لديه فقط يمكن للحياة فقط الكريمة أنه ممكن يطلع اليوم يعيش، ولا يكون إنسان محتاج أو يتقدم لأحد السؤال أو يضطر للسؤال فيه الأمور هذه. هذا الإعسار خلنا نتكلم في المعنى البسيط جدا، أنا شخص ما عندي القدرة مهما كان من المدخول عندي أني أنا أوفي هذا الدين. قاضي التنفيذ بهالحالة يقعد معه يفحص حالته مثل ما قال عبد المحسن، يفحص الحالة ويجي تحقيق أولي يتأكد صحيح هذا الشخص اليوم ما عنده هذه الملاءة المالية من ممتلكات، من مدخول مالي، من طرق يقدر يجلب فيها أموال ينفذ من هالدين هذا ويسدد، سواء كان على تقسيط، سواء كان كدفعات، أو بإجراءات بيع أمام دائرة البيوع أو أمام البورصة إذا كانت تأسهم يعني كنت أتكلم. هنا يثبت لقاضي التنفيذ أن هذا الشخص فعلا مؤسر. الإجراء يتخذ بعد ذلك من قاضي التنفيذ أنه إما يقوم بتقسيط المبلغ في حدود الدنيا اللي مسموح فيها وفاء للدين للدائن. بالأخير أنا مو عشان هذا المدين معسر فأنا أظلم الدائن ولا أعطيه حقه، لا أنا أعطيك حقك لكن في حدود الحياة الكريمة والمعيشة المطلوبة في حدود المشروع المشروع أن هذا الإنسان لا يموت عشان يسكر هذا الدين بالنسبة لك. نعم أستاذ عبد المحسن، اللي يتم مثلا خلينا نتكلم يعني إذا قلنا مثلا المدين أو الدائنين، إذا تعدد الطلبات على الشخص أو الدائنين تعددوا على المدين، شنو الحالة اللي يلجأ لها الشخص؟ شلون يتصرف مثلا؟ كان أو مثلا كان شخص أو شركات أو كان إذا عدة أشخاص يطلبونه يعني؟ طبعا إذا عدة أشخاص بمجرد ما يتم استيفاء المبلغ اللي عليه كدين، سواء المبلغ وفى لديون كاملة يتم توزيعها. لو ما وفى ديون كاملة يقوم قاضي التنفيذ بعمل قائمة توزيع، ويتم توزيع المبالغ بالنسب على حسب ترتيبهم بالقانون، من له حق امتياز، من له حقوق عينية عليه، من له غيره، راح يتم توزيعهم. طيب مستمعينا الكرام، نتوقف لحظات لرفع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. أنا عند الأذان هذا ما نرجع عليه. تقوم على التمسك بأخلاقيات مهنة المحاماة والالتزام بأدبياتها والتمسك برسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
برد لك سعد المحسن بعد شوي بعد الإذان برد لك علشان نكمل الموضوع أنا حديث السؤال هذا وسؤال ثاني. هذه 90% مرة عليه اللي يدش التنفيذ يقول له خلاص هذه معنى الفلوس زولكم قسامية يضع طالع الطور شو قسامية شو هذا يقول له قسمة غرامة لا أنت حطيتها بالبير زيادة والله والله ما يفهمون رب الكعبة مشكلة صراحة. مستمعين الأعزاء حان الآن موعد أذان صلاة العصر بمدينة الكويت وضواحيها. الله أكبر حتى ما يقول روح المهام روح ما أدري وين شوف لك واحد شوف لك كتاب على عماته مسكين. حلو صراحة وقت دروة هذا ممتاز. لكن أخذنا الإسكان حقا حقا تاني إسكان أخذ مال العربش وكان ما أفعل طيب حقا حقا تاني عشان ما أفعل الموضوع حقا إحنا نسولف وليد يكون علينا اللي يطلعنا كأشخاص والله ما أفعل والله ما أدري شنو لازم تنزل المستوى تنزل مش كنا أشوف يعني حتى نزل المسألة هذه لو تيجي تشرح فيها شوية كلام وايد وراح يقول مفردات التعب أبو الزبدة أنا دا إن شاء الله راح أقول بطل هوا مع السفر جامعة في طلعة تنفيذية زيادة أقدر أقول لكم يوم الحين قاعد ساعتين أشرح فيها بس أبو يبي يسمع كلمة وحدات التنفيذ عندك إجراء واحد فيها إذا ما يتعطلك ما يضرك فايدة هالإجراء يعني حزتها مو اللي داعي تقول تلجا المهام صح مو مثل هالطوارئ دق انا اليوم ظهري عورني شو اسوي ياخذ حقك النصيحه اللي بعد بتروح انت المشكله شنو صار المحامي والله صار المحامي التليفون ما يسكر العالم كله شو اسوي وين اروح زين تعال عندي وانا رايحك من هو هذا كله بالله انا دق اي مره راح يقول شو اسوي من اجراءات بالعربي يبي يتجسس على طريقته اللي هي مواشي بسلوك الخاحية عشان يطيح منه عضانة كمان محاول مو ضحف في إدارة خاصة حق الجرائم هذه ولا هنا بقول لهم يا جماعة عندي موضوع كذا شو فيهم سجل قضية مفيدة بطريقة معينة حق المحامي عشان تجسس لا المشكلة مجلس بون بعد فترة وفي بعض الناس على بعض المحامي أو المحامية خاصة بنات يعني هذيل هم يدمرون الدنيا أنا والله شوف كمكتب قناعة عندي أنا أي واحدة تيني ولا واحد ولا أبغى أطلق والله أسمح والله ما أخذنا تبي مثلاً إجراءات فيما بعد الطلاق موجود ممكن عزيز وغالي بس لا المشكلة أدري شنو الناس هذا على بال يعني تشوفون زين ثلاثة محامي مو زين على بال الكل محامي لا مش مشارك الملتقى واحد شاف حاطين لوجو ماله قال المحامي الله يبعدنا عنكم من شاف صاعد ما مستمعين الأعزاء أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. بريان
برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. انطلقت جائزة الكويت للتميز والإبداع في نسختها الرابعة تحت مظلة وزارة الدولة لشؤون الشباب لنشر وتعزيز التميز والإبداع في مجالات الرياضة، التعليم، العلوم والتكنولوجيا، العلوم الشرعية، الثقافة والفنون والآداب، تعزيز الصحة، العمارة والإسكان والتخطيط العمراني، الإعلام، العمل التطوعي. للتقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون الشباب يوم للتسجيل بالجائزة 31 من ديسمبر 2018. قيمة الجائزة 100,000 دينار كويتي مقسمة على المجالات العشرة. كل فائز مخالد نبي صورة واحنا قاعد نسولف وقتي هذا عشان جائزة حق تويتر جميل. برنامج ثقافات قانونية. ثقافات قانونية برنامج ثقافات قانونية كبسولات قانونية تأتيكم كل خميس في تمام الساعة 12 عصرا ليكون همزة وصلا بين المستمع الكريم وبين أهل الاختصاص من السادة المحامين والمختصين في الشأن القانوني ويجيب على تساؤلات المستمعين ويناقش العديد من القضايا القانونية التي تشغل الشارع الكويتي. ثقافات قانونية. تواصلين معكم مستمعين الكرام وبرنامج ثقافات قانونية. نرحب بكم مرة أخرى ونرحب في الأساتذة المتواجدين معنا من خلال هذه الحلقة، الأستاذ عبد المحسن الموسى والأستاذ عبد الله البكر. أستاذ عبد المحسن، تكلمنا على عجالة قبل الأذان، العسار وما هو العسار وما يعني إذا كان الشخص معسر لشركة أو عدة أشخاص أو عدة شركات، الإجراءات ما هي الإجراءات؟ الإجراءات بعد استيفاء الدين المبالغ اللي عليه، إذا كانت المبالغ موفية لديونة الكثيرة راح يتم توزيعها وتسكير ملفات التنفيذ. في حال إذا ما إذا كان ما يملك وفاء في كامل لديون اللي عليه، يتم تقديم طلب بعمل قسامية تقسم على حسب المبالغ القسامية. كلمة قسامية هذه يعني مهمة، الكلمة هذه تكلمنا قبل أن نطلع الهواء عنها، خلينا نوضحها للمستمعين. الكلام هو طلب، في أشخاص عندهم حقوق امتياز على الشخص، فهذين يستوفون دينهم أولا ثم الباقي يستوفون ديونهم. الديون على يعني مثل أستاذ اليوم خل الأولوية، مثل الأولوية حق دين النفقة، نعم، الأولوية حق المقاول اللي بنى البيت، نعم، الأولوية حق في حال حجزنا على دكتور، نعم، ما يجوز احنا نحجز على الادوات، نعم، اللي يجوز لنا يحجز له منه اللي اثث له، نعم، هذا اللي يجوز يحجز ويبيع. فهذيل يعتبرون ديون امتياز. الباقي يقسمون على حسب النسب، كم لك انت اليوم؟ انت لك 10، هذا نسبتك بالمقابل. لما نجمعها نسبه وتناسب يصير ديون اليوم خلنا نفرض 50,000، من الأكثر؟ الأكثر يأخذ الجزء الأكثر، واللي تحت واللي تحته واللي تحته واللي تحته على حسب الأنصبة. طيب أستاذ عبد المحسن، لما نتكلم مثلا عن شخص راتبه 1,000 دينار، هل النفقات التي تؤخذ من هذا الشخص هل هي ربع الراتب، ثلث الراتب، نصف الراتب، الراتب كله؟ خلينا نوضح للمستمعين النفقات على حسب الدين. أي نفقات؟
أيا كانت النفقات، مثل النفقات مثلا حضانة، نفقات دين، نفقات النفقات طول ما هي نفقات اللي في قانون الأحوال الشخصية يأخذون ربع الراتب. طيب ما يتجاوز الباجي راح يكون متجمد النفقة عليه، يخصم مبلغ صغير، يقللون النفقة، هنفرض تأخذ هي 20% وال5% هذه تصرف من المتجمد على ما ينزل المتجمد، والباجي يتم حجزه عادي على باجي على سعر. طيب سألت، خلنا نوضح بعد الفكرة بدلالة أكثر. إذا خلصنا من الأحوال الشخصية وهي الأولوية لها مثلا على الشخص، إذا كان في دين ثاني يعني هل يأخذ هذا الدين يوصل الموضوع لنص الراتب لأكثر من النص بعد؟ مثلا إذا ديون أخرى يعني غير النفقات وغير مثل البنوك مثلا، أشخاص يطلبونها مثلا كذي؟ لا شوف، القانون حدد أنه ما يجوز الحجز إلا على 25% من الراتب، من الراتب فقط أيا كانت، أيا كانت الديون. طيب ننتقل لك أستاذ عبد الله، بما أن وضحنا هذه النقطة قبل شوي قاعد نتكلم وياها مع المجموعة اللي ويانا الشباب على الموضوع هذا بخصوص الراتب والنسبة التي تؤخذ من الراتب، للتوضيح للمستمعين الكرام. إذا توفى الشخص أستاذ عبد الله المدينة عند اتخاذ الإجراءات التنفيذية بحقه، إذا توفى هل تسقط هذه الديون؟ هل تحول هذه الديون مثلا للورثة؟ نعم يعني بالنسبة حق وفاة الشخص نفسه، الدين ما ينتهي بوفاة الشخص، الدين ينتقل إلى تركته قبل أن نتكلم عن الورثة. بهالشغلة هذه بالمناسبة ودي أتكلم عن يعني شغلة هي مأذيتنا في إدارة التنفيذ عموما. إحنا اليوم لما يكون في اختصام لشخص، نتكلم إن واحد يختصم عبد الله البكر بشخصه، ولا سمح الله بعد ظرف ما توفى هذا الشخص اليوم، على الجهاز في إدارة التنفيذ لا يوجد إلا هذا المدينة، لا يوجد عندنا ورثة ولا يوجد عندنا، لكن شنو اللي ممكن موجود حسب القانون؟ هي التركة ما كان يملكها من أموال قبل لا تنتقل إلى الورثة، لأن لا تركة لا بعد سداد الديون. فيتم دائرة قام الدعوة منفصلة بحصر التركة لهذا الشخص المتوفي، وهنا في حال رفع الدعوة جميع الإجراءات التنفيذية بوفاة الشخص توقف، وملف التنفيذ يعتبر كأنه انتهى إلى ما حين يثبت وجود تركة لا قبل انتقالها لورثته، قبل تحويلها وتسليمهم أنصبتهم شرعية فيها، يتم اقتضاء الدين بموجب هذا الحق اللي هو لا تركة إلا بعد سداد الديون عن طريق إقامة الدعوة واقتضاء فيها. نعم أستاذ عبد الله، أمانة يعني إحنا قاعد نشوف المشاكل البسيطة هذه، بسيطة بما أن يعني عند المحامين يعرفونها ككل والقانونيين ككل، ولكن هي صعبة عند أي شخص آخر يعني ما يكون قانونية. إجراءات التنفيذ، إجراءات التنفيذ لما يروح الواحد أستاذ عبد المحسن للتنفيذ يقول روح للتنفيذ، إجراءات التنفيذ هل هناك يعني بنود معينة لا بد أن يمشي عليها الشخص في التنفيذ لإلقاء التنفيذ أو لعمل التنفيذ؟ طبعا يوم لازم يكون عندك في البداية سنة تنفيذي، نعم، أو حكم مذيل بصيغة تنفيذية أو آخر من أوراق اللي موجود عليها صيغة تنفيذية، تقدم طلب، تفتح ملف تنفيذ، نعم، يقوم تعلنها بالسند التنفيذي، ثم من وراها تبلش بإجراءات التنفيذ اللي هي تقدم طلب ضبط إحضار، حجز مال المدينة لدى الغير، حجز سيارات، حجز نفس ما قال سيد عبد الله أسهم، أي أملاك، أي أملاك ممكن تحجز عليها ما عدا إحنا الحين خصص القانون الكويت استثنى البيت سكن الأسرة بما لا يتجاوز 1000 متر ويكون سند الدين لاحق على على ملكية البيت. إذا كان سابق ممكن تحجز عليه، إذا كان لاحق ممكن تحجز عليه فقط لا غير. والحاجات الأساسية يعني نتفاجأ بعض المرات إنه يبون يحجزون على المنقول، المنقول ما يجوز تحجز على الأساسيات اللي يعتاش فيها المدين لمدة شهر، لمدة شهر، نعم، ما غيره ممكن تحجز عليه وتبيعه بالمزاد العلني والذهب بوزارة التجارة والسندات نص ما قال سيد عبد الله بالبورصة وغيرها. طيب أستاذ عبد المحسن، إحنا ذكرنا قبل شوي رفع الإجراءات هذه، خلنا نعيدها عجالة للمستمعين الكرام، يعني كيفية رفع الإجراءات الموجودة على الشخص، نعيدها للمستمعين الكرام. رفع الإجراءات ولا إيد؟ لا، تنفيذ الحكم. تنفيذ الحكم بيرفع مثلا، أنا لفت الحكم الحين الإجراءات شو أرفعها مثلا؟ مثلا علي منع سفر، علي إلغاء قبض، علي إلغاء القبض
بمجرد استيفاء الدين تقدم طلب يرفع القبض خلاص يتسكر ملف التنفيذ. كذلك منع السفر، منع السفر اما انك انت تقدم اما انك انت ترفع دعوة تظلم من امر منع السفر، او المدين او الدائن نفسه يوافق على رفع منع السفر. باقي الاجراءات بمجرد استيفاء الدين عند إدارة التنفيذ قدم طلب يرتفع كل الاجراءات. نعم مستمعينا الكرام ناخذ فاصل قصير من خلال حلقتنا اليوم، فاصل قصير ونرجع لكم للمرة الأخرى لمحور ثالث وهو محور مهم مع الأساتذة المتواجدين معي الأستاذ عبد المحسن الموسى والأستاذ عبد الله البتر. وبرنامج ثقافات قانونية. ترى صوتك يطلع لما تروح ترى. المحاماة مهنة الدفاع عن الحق والعدل والقانون، وهي الركيزة الأساسية لتوطيد أركان العدالة وتثبيت دولة القانون. احنا نقول ساعة ساعة أكثر من ربع ساعة. نعم أستاذ عبد المحسن، دائما مثل ما ذكرنا الوقت دائما يمشي بسرعة. أمانة يعني الموضوع اليوم هو موضوع مهم جدا للجميع، التنفيذ المدني بين الحق الدان والمدين. أستاذ عبد الله البكر وأستاذ عبد المحسن الموسى، اليوم الحديث جميل وشيق معكم. أستاذ عبد الله خلينا نتكلم عن المعوقات في المحور الثالث التي تؤدي إلى إطالة أمد التنفيذ، ذكرناها قبل شوي ولكن على عجالة خلينا نوضحها لمستمعنا الكريم. والله أبو فيصل كفكر بالوقت، شلون الوقت لنا سبقنا وما شاء الله هذا الموضوع يحتاج أيام يعني وأكثر من جلسة في شرحه. المعوقات الأمانة إحنا كان بتكلم كنا كمحامين نمارس عملنا بشبه يومي في هذه الإدارات، إدارة التنفيذ. معوقات كثيرة كنا قاعد نتكلم من الإدارة نفسها أو من أصحاب المصالح اللي عندهم الأحكام. المعوق الأول اللي هو نقص عدد الموظفين بالأخير. إحنا اليوم في بداية وجود السند التنفيذي بيدك أول شيء إلزامي عليك إنك تروح تعلن خصمك فيها. النقص هذا قاعد يسبب ربكة للمتقاضين نفسهم، يسبب ربكة للمحامين في إنه يوصل السند التنفيذي حق المدين عشان أشعره وأبلغه إن أنا ترى اتجهت إدارة التنفيذ لاقتضاء حقي بموجب هذا السند بالقوة الجبرية اللي راح تكون وباتخاذ الإجراءات. المعوق الثاني الإدارة التنفيذ ككل مع يعني تقديرنا الكامل والكبير لأشخاصهم ومدراءهم بالجهد يبذلون لخدمة متقاضين، لكن النظام والمنظومة قديمة جدا ما حصل لها التطوير. الإجراءات المتبعة مع القانون قديمة جدا، ما تم تحديثها وتطويرها مع التماشي مع الوقت والوسائل الحديثة والاتصال التكنولوجي والاجتماعي اللي قاعد يصير. فهذه قاعد تخلينا نحن قاعد نشتغل في عام 1980 إلى اليوم، إحنا في 2020 من الحجوزات اللي قاعد تتم طريقتها وإعلانها واشتراطات المطلوبة فيها. اليوم أنا كشخص عادي بروح أحجز على واحد في بنك، أول شيء راح يقول لي روح أعمل حجز على جميع البنوك من المأمور التنفيذ عشان يطلع جميع البنوك. يا إلى بدال اليوم مو شخص 1000 شخص وعنده غير اللي ترتب على اليوم وغيره واللي قبله واللي قبله، فيطلع لجميع البنوك يسلمها، المحاضر تستلمها البنوك تختم عليها هل يوجد رصيد هل يوجد حساب الأمور، على ما ترجع القانون أقر أن هذه الورقة نفسها الحج تعتبر قرامة بالذمة إن كان فيها رصيد. لكن المدين نفسه الأصلي أنا أتكلم مو المحامي اللي يكون يومي موجود ما يعرف الإجراء، أنا لازم أروح أتابع ورقتي هذه أتأكد البنك استلمها رد على إدارة التنفيذ. في إجراءات منع السفر اليوم مع زحمة الطلبات والملفات الموجودة في جميع المحافظات، الطالب من السفر يقدم ويترك فيه البريد أيام. أنا اليوم مديني هذا، أنا متأكد أن اليوم لو صدر عليه حكم باكر راح يكون مسافر وهارب لو كان تكلم على وافد ما هو كان كويتي. فالإجراء يعطل ويأخذ وقت طويل عشان يتم تطبيقه وتنفيذه على المدين لاقتضاء هذا الدين. إضافة لذلك الإجراءات الثانية خلينا نقول اللي هي غير متداولة، بيع الأسهم، تأخذ لها مواعيد كتاب وتحديد جلسة، العملية بطيئة روتينية. وأعتقد هذا المعوق الأول أمام جميع الدائنين في إدارات التنفيذ. إحنا كنا كمحامين يعني كمكتب متمرس ومتخصص في أن ينفذ هذه الأحكام بموجب العمل ماله المهنية مالته. كذلك نحاول أن يكون عندنا الستاف والقدرة الكاملة في جميع المحاكم، نتحاول تلحق الوقت وتسبق وتقضي هذا الدين بأكبر ممكن. وأسرع وقت، لكن هم ما يسعفنا الوقت الإدارة
تحتاج تطوير، الإدارة تحتاج يعني منظومة جديدة. يعني وإذا ممكن على عجالة أذكر وزارة التجارة في إدارة هي النافذة الوحدة، حطت لها فريق عمل بسيط جدا لكن طلعت وسبقت جميع وزارات. إدارة التنفيذ وزارة العدل أنا أعتقد هي أولى من أي إدارة موجودة في جهة حكومية. حقوق المواطنين أشياء أساسية مفروض أن لا تمس، مفروض أن يكون لها الاهتمام الأول وأن يكون السعي في تطويرها واستمراريتها. ومن خلال برنامج ثقافات قانونية نقدم لهم أجمل تحية وحرصنا منهم على شغلهم وحرصنا على هذا الجهد الطيب اللي يقدمونه، ولكن القضايا وكثرة القضايا يعني ممكن نقع في هذه الأخطاء، ولكن الذي يعمل لابد أن يقع. أستاذ عبد المحسن، هل هناك حلول في هذا الموضوع اللي نقدمها من خلال برنامج ثقافات قانونية يعني لنواكب الركب؟ الحلول موجودة بس وزارة العدل ما تبي تشتغل. اليوم بصفتي يعني أنا رئيس لجنة محكمة حولي، قابلنا السيد مدير التنفيذ وجه له تحية أستاذ يوسف الياسين، يستاهل. سخرونا كافة الإمكانيات، شنو اللي تبونه أنتوا كمحامين؟ على اليوم أتكلم إحنا كمحامين، كمحامين إذا كنا مرتاحين المتقاضين راح يكونوا مرتاحين. أكيد. إذا أمورنا ماشية تلقائيا راح تكون أمورهم ماشية. قال لك أنت شنو تبي؟ أنا مستعد أسوي، بس أبي شغلة واحدة منك. قلت له شنو يا أستاذ؟ قال لي بلغ وزارة العدل نبي موظفين إعلان. ورد أقول إعلان، مشكلة وزارة العدل الإعلان، ما في موظفين إعلان. أول شيء يسألك عن الموكل أو يسألك ذائلك الدائن متى أنفذ حكمي ومتى أسلم فلوسي. هذا متى؟ أول شيء إعلان. وني وراء الإعلان نبلش بالإشكال وهلا ما مجرى. فبمجرد أنك أنت تعلن أمورك ماشية. وظف لي مناديب إعلان يعلنون، مو يجونك مناديب الإعلان ويقول لك أنا لم أستدل. طيب خلينا نقول العدد الأستاذ عبد المحسن، خلينا نقول العدد يعني بسيط بالنسبة للقضايا اللي قاعد نشوفها. يعني العدد بسيط، العدد أكيد بسيط. محكمة حول أعتقد ما يتجاوز فيها عدد مناديب الإعلان 10. قاعد ينودع كل يوم قرابة 120 سنة تنفيذ الإعلان وأكثر. زين وين توفي معاه مثال خالد؟ متى يمدي يطلع؟ أنا ما ألومهم. وبنفس الوقت ألومه. ألومه لما يقول لي أنا ما أدل. تكويتي. كويت فايندر. رقم آلي. جوجل ماب. تقول لي لم يستدل؟ شلون لم يستدل؟ أني نقول له إحنا نبي نطلع معاه كرشة. أنا بحجة. يرفض، يقول لك أدل وبعدين يرد. هذا أنا للحين ما بلش، أنا أبي أبلش إجراءات التنفيذ. إذا هو يعطلني شهر شهرين متى أنفذ؟ بني حق الإجراءات. وزارة العدل مشكورة قامت تسجيل أرقام المتقاضين أن يرسلون لك لو صار أي إجراء تنفيذي عندك. ممتاز. رسالة سمس. رسالة سمس. رفع إشكال ضدك وصلك إشكال، قدم طلب تقصير راح يوصلك طلب تقصير، قدم طلب رفع من السفر راح يوصلك المنع، وكذلك العكس للمدين لو قدمنا عليه إجراءات راح توصله. بس للأسف هذه ما قاعد يعتد فيها بالقانون اليوم ولا نظمها أنك كإعلان رسمي لك. الله يعطيهم العافية، قضاة التنفيذ قضاة ماسكين دوائر صار خالد، يعني مو كل يوم هو قاعد يداوم. احنا بعض مرات المره يقول لك متى يكون موجود القاضي، يقول لك الساعه 2 3. زي معلش 2 3 منو من موظفين المحكمه موجود عشان ينفذ الاوامر الصادره من عنده؟ غير السكرتير موجود، معناته ترحل ثاني يوم، وثاني يوم اذا هي الباحث القانوني اللي موجود او اي من موظف الثانيين يقول لك خلني ارد اراجعه بنجيك معاه على شغل. نعم استاذ عبد المحسن، احنا الموضوع هذا طويل امانه يعني، والقضايا كثيره واللود اللي موجود في الاونه الاخيره يعني شفنا الكم الهائل من القضايا الذي يعني قاعد امانه يعني خلينا نتكلم بشفافيه يعني الموظفين مثل ما قلنا بحوالي 10 والقضايا فوق ال 100 و200 و300 هذه بعد هم يعني لازم ان نعذرهم شويه ولازم ان نكون يعني
مقدرين لهذا الموضوع. أنا أعذر الموظفين ولوم الوزارة. إيه هناك حلول تقدم من خلال لجنتكم أمانة، وهناك يعني آراء تقدم للوزارة ككل. خلينا نتكلم أستاذ عبد الله عن آليات وإدارات التنفيذ في تحقيق العدالة الناجزة فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ. هل هناك عدالة ناجزة؟ العدالة الناجزة يعني المصطلح ممتاز، لكن لو يكون له تطبيق فعلي 100%، لكن تطبيقه بنسبة 90% ما أعتقد أنه يكون في عدالة ناجزة. أنا اليوم العدالة اللي أقصدها وأبتغيها من أي جهة، خلينا نقول مو شرط وزارة العدل، يعني أن هذا الشخص اللي يجيني كمراجع سواء كان كشخص طبيعي أو كشركة مثل شركة أو محامي، أنه يأخذ حقه في وقت أسرع، في أسرع وقت، وأنه يقتضي حقه في تقديم الإجراء واستيفاء شروطه وتنفيذ أثره. خلينا نقول اليوم إحنا مثل ما قاعد يقول سعد المحسن، تروح اليوم باكر عقب الإجراء كل يوم يأخذ الدورة هذه، أصبحنا مثل الدولاب لكن ما لنهاية الدرب اللي قاعد نمشي عليه. العدالة الناجزة أنا أعتقد في رأيي الشخصي أن هي تكون في توفير الوقت في البداية. الوقت هو ترى الشيء الوحيد اللي ما أقدر نتحكم فيه، كل شيء تقدر تتحكم فيه، الفلوس تقدر تعوضها، الجهد ما تقدر تعوضه، لكن الوقت الوحيد اللي يمشي قدام ما يرجع لورا. فما نقدر نعوض الوقت اللي قاعد يطوف على هذا الشخص المواطن أو كان الدائن، ونسمي المسمياتهم يعني تقدم إدارة التنفيذ. توفير الوقت هذا أنا أعتقد هذه أهم عدالة ممكن نقدمها لأي شخص يراجع إدارة التنفيذ. إدارة التنفيذ في مجملها أنا أقول وكل أمانة قاعد تمارس عمل ودور جبار، لكن بحكم بالقدرة الموجودة فقط عندها. اليوم اللي عندي نقول سيارة تمشي على 4 سنتر. طيب أستاذ عبد الله، أستاذ عبد المحسن قبل شوي ذكر حلول، يعني قال الموظفين 10، زيدوا الموظفين. نعم. يعني إحنا قلنا نذكر حلول هنا. إحنا لاحظنا إحنا اليوم محامين أقل من قاعد نتكلم على 10 سنوات وزود، يعني كلنا شفنا هذه المسألة من سنين إحنا قاعد نتكلم فيها. زملائنا في الجرائد قاموا يكتبون فيها، جمعية المحامين من مرة ومرتين وثلاثة وقدمت حلول، لكن قاعد نشوف أن العيب مو في الحلول قاعد تقدم، العيب في تطبيق لها من قبل وزارة العدل. بس طيب أستاذ عبد الله خلينا نتكلم يعني في نقطة مهمة أنا شفتها بعيني أمانة، يعني نتكلم في الموظفين كموظفين كأشخاص كلهم قاعد يطلعون من الإعلان، يعني الكل قاعد يطلع من الإعلان، هناك مشكلة يعني مكان أصبح منفر من كم القضايا وكم الملفات اللي تفتح عندهم، ولا يوجد عدد خلينا نقول كادر بشري يدعم هالشيء هذا. اليوم وزارة العدل يعني خلينا نتكلم على المأمور الإعلان والمندوبين وإن كان المسمياتهم اللي موجودين ما في لهم مزايا وحوافز. أنا أقول اليوم كمحامي أنا أشوف له جدا ما أرجع لورا، أنا اليوم أصبح عندي طرق التواصل الإلكتروني، أصبحت وسائل إلكترونية أصبحت متاحة عندي، ليش ما أستفيد منها مع الكادر البشري اللي موجود؟ هذا ترى يسهل ويتحكم فيها هو. ويتحكم. أنا اليوم قدرت أخذ إجراء تنفيذي وأنا بالكويت في أمريكا. نعم. ليش ما أقدر أسوي من الكويت من وزارة لوزارة بيني وبينهم كيبل واحد؟ فهذا نتكلم إذا أنا كان عندي نقص بشري خلني عن الموجود عندي، ولكن أتجه إلى حل آخر إلكتروني وهذا الموجود اللي نتعامل فيه مع جميع وزارات الدولة. مع طيب العدل. طيب أستاذ عبد المحسن خلنا نتكلم عن رسالة أخيرة تحب توجهها من خلال برنامج الثقافات القانونية. وجهها للجميع، يعني وجهنا رسائل قبل شوي للكفيل الضامن، عرفت؟ خلينا نوجه رسائل للجميع يعني من خلال لا تكفل هالدقيقة. لا تكفل احد مهما كان، استثني ابوك وامك عدل. نعم. استثنيهم لان انت ومالك لابيك. نعم. رايح للمال رايح للمال، غيره ما تطلع. الزوج ينقلب عليك يا زوجة، الزوجة بنتي تطلب الطلاق، الصديق قاعد يتبرع من صديقه، الجار ما قاعد يعرف جاره، وبعدين إذا وقع الفاس بالرأس قلت تعالوا فكوني بنقول لك انطر لما نتوفي دينك وبعدين نرجع عليك. إذا لا تكفي من الآخر الله يعطيك العافية ولا تستلف لأن الدين عمة عين. الله يعطيك العافية. كل الشكر لك أستاذ عبد المحسن الموسى، وكل الشكر لك أستاذ عبد الله البكر لتواجدكم من خلال هذه الحلقة التنفيذ المدني بين حق الدائن والمدين. كل الشكر لكم لتواجدكم ثقافات قانونية. كل الشكر لكم، نلقاكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي، في أمان الله.